واحد يقول هل العمل في مكان تقدم فيه أنواع الخمور حرام عند المسيحيين أم لا؟ هو طبعا أماكن غير لائقة أن الواحد يشتغل في الأماكن دي مهما كان. العمل في حد ذاته ليس خطأ، لكن المكان غير لائق، لأن الإنسان ممكن يعمل في مكان الموظفين اللي فيه كلهم حرامية، هيقول حرام وأستخير. هو العمل مش حرام، لكن ممكن وجوده في هذا الوسط يوقعه في مشاكل لا حصر لها.